بحال الناس كتسنى. الناس مجدده اليوم. ابو محمد مرحبا، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في هذا اللايف هذا، بدلتوا شويه الجو. هادو ما كنعرفهمش، هذا كان لاعب قديم مع البارسا، هذا عبيدال ديك المره كنت تلاقيتو هناك. هادو ما كنعرفهمش. شخصيات الفريق اللي كتعرفوهم ها. واحد لاعب خرج عشان ما بداو كيخرجوا. كتشوفوا على المباشر نتصور معاهم لاعب الفريق الثاني. هذا تسوقوش ليه عندما تدافع حتى شي واحد. صور لكم مع علينيا. كانوا شي لعاب قدام
اوريك يا بويش. كما تشاهدون الصورة مع ريكي. انظروا على المباشر كم خلصت. عندي صحابي فابور كيتاني دخلت فابور. انظروا مع ريكي بويش. هذا لاعب قديم كان بالبارسا، هذا ما عرفتش اسمه. صورت معه واحد المره، اغلبيه ما كيعرفوش دابا. هذا راه لاعب البارسا، هذا اللي كتشوفوا فيه دابا اللي عزاد الكتاب. هذا لاعب قديم. الأبد وقال ديال ريكي بويش. يا مال المسلمين، شلونكم شباب؟ والله بخير الحمد لله. انتم كيف ما كتشوفوا الناس كترقب هنايا صور مع الشخصيات اللاعبين. هذا اللاعب هذا ما عرفتش شنو سميتو. صوروا مع اللعابة. شكون كل واحد عارف شنو سميتو كنتصورو معاه. صافي كنا تصوم البات، دابا كنتصورو مع اللعابة.
طلعني إصاد أخي أو حد اللاعب تجو هاد مخصي تصور معه لاعب برشلونة الفريق الثاني هذا ما تدافع حتى شي واحد هل لاعب من البارسا الشباب صورت شيء نسيت هذا اللعب هذا حب نسمع علينا اللي باقي مخرج واجد صورة جاي تطلع لي في الراس
那个不好不好，这个人啊，大包头包的，你看。那这个，那这个比他多少？你看嘛，就把头包。不是了，这个人家是拿货的啊，你看给收了，拿回去。那我看我的货的。Sam Simon. اللاعبين كيف ما شفتو صافي انا باغي نتصوري مع اليميا صافي شوف حالتنا واش تصورتي خويا اييه تصورنا معاهم عائلة اللاعبين شكرا اخوتي على وقتكم شكرا على تعليقاتكم كيف ما شفتوا تصورنا مع لاعبين برصا الصغار لاعبين الصعيدين باش ملي يطلعوا نقولوا احنا تصورنا معهم الله القاكم في فيديو اخر ان شاء الله ونتمنى يكون عجبكم بزاف السلام عليكم